السلام عليكم. هنايا كنبريزونتي لكم الكامب ديالنا ديال هاد الليله ان شاء الله. هنايا الله وصلنا، هذا هو الكامبمون ديالنا ديال ديك الخطره. كنا بنينا هاد الملجأ هذا، ها هو كتشوفوا هنايا باقي واقف بلاصتو. دونك بالنسبه لهاد الليله ما غاديش نبات في هذا حيت مازال ما قدينا له، ما قديتلوش لي طونشيتي ديالو. دونك جبت معايا السطوف ديالي، ها هو، ولافوفو. لافوفو هي هنايا كاينه في الصاك ديالي، تنمونطيها ونوريكم الاخر الصوره ديالها. دونك هنايا عندنا 10 لترو د الماء، انا والدري انا وصاحبي عندنا 10 لترو د الماء. عندي الماكله ديال يومين، عندي السطوف ديالي للتدفئه، وعندي الخيمه ديالي، وعندي الصاك الكوشاج ديالي. هادشي باش غادي ندوز هاد الليله ان شاء الله. دونك غادي نبداو باشعال النار بحال ديما، شويه ديال البوا غيزينو. هذا جد عميت، المهم الشجره مخرجه فيه داك لا غيزين ديالها، حنا هذا غادي نستافدو منه. دونك غادي نحيدو شويه ديال لي كوبو. دونك هادو هما لي كوبو باش نشعلو العافية. داك الفما توريتكم في لا فيديو اللي فات كيفاش تلقاوه. دابا غنشعلو العافية ديالنا. هدا لو بوا اللي خدينا من هيه، هادشي شوية فازقين ولكن مع هذا ان شاء الله دغيا دغيا تشعل العافيه على بركه الله. كما كتشوفوا العافيه ديالنا بدات. هاد التقنيه هذه اللي استعملنا بالفاير ستيل، تقنيه بزاف ديال التقنيات ديال اشعال النار، كاين بالاحتكاك، كاين بحجر الصيوان. المهم التقنيات هادو ان شاء الله نشوفوهم في المرات الجايين الى كتب الله. كما كتشوفوا العافيه ديالنا دغيا دغيا شعلات، واخا الخشب فازق شي شويه. في الاول كنستعملو غير العويدات الصغار باش كتسخن شي شويه العافيه، وكيسخن الخشب، وعاد كنبقى نكبرو شويه بشويه.
هذا من بعد ما سالينا البناء ديال لافوفو ديالنا، الخيمة البولونية، زدنا لها ستوف هذاك اللي شفتو قبيله، المدفأة. دونك هذا هو السيتاب الاخر، هذه المدفأة كما كتشوفوا هنا، درنا لها هذا جوج حديدات، هادو هما اون فات رجلين ديالها، ولكن انا كنستعملهم الاخر كنستعملهم باش نهرب التوب على المدفأة ديالي باش ما يتحرقليش لافوفو. كنشوفو من داخل السطوف ديالنا، دونك هذا هو السطوف، مازال ما شعلناش. الشكل ديال الخيمة من الداخل هو هذا كما كتشوفو، كاين منفذ ديال التهوية هنا، وهذا هذا مسدود، واحد محلول، كاين واحد اخر هو هذا، وكاين هذا اللي خارجه منه الشوميني. في الاصل خيمه لافوفو هما جوج ديال الطروفة ملاقين، كاين هذا الطرف، هذا الطرف حتى لهنا، حتى لهاد البوطونات اللي كتشوفوا هنايا، هذه نورمالمون كتقدر تلبسها اذا كانت الشتاء ولا شي حاجه، كتولي بونشو كتلبسها، هادو بلاصه اليدين نورمالمون. هادي كيلبسوها جوج الناس، كل واحد كيلبس نص، كتلوحها على الباكتاج ديالك وكدير القب ديالك، ديك الساعات ما كتفزكش. هاد الخيمه هادي هي قديمه شي شويه، الخليطه ديالها جديد، ولكن الموديل ديالها قديم شي شويه، تستعملت واقيلا في الحرب العالميه الاولى ولا الحرب العالميه الثانيه. هادي لا دات دو فابريكاسيون ديالها، هي كتشوفوها هنايا، هادو المعلومات ديالها. بالنسبه للثمن وداك الشيء غادي تلقاوه في الديسكريبسيون، واقيلا شي 40 باوند هكاك، نقول تقريبا شي 500 درهم ولا 400 درهم، مابقيتش عاقل بالضبط، وانا دابا نعطيكم في الديسكريبسيون الثمن اكزاكت ديالها. دونك بالنسبه للداخل عندنا كاين بقات بوزيسيون وحده، هي نورمالمون بوزيسيون ديال جوج ديال الناس، ولكن هنايا مع المدفأة ما يمكنش ينعسوا هنايا جوج الناس، على ود باش يقدر شي واحد يقيس المدفأة وتحرق ولا شي حاجه. دونك من اجل السلامه من الاحسن بحال هكا ينعس فيها غير واحد.
هادي جرحة، كنت كنقاد الطبلة، قاسني لوراني تشقر، قاسني في صبعي، جرحة بسيطة، ولاني هاد الشي كله من العجز ديالي. عندي الليقات في الساك، نورمالمون كنخدم بالليقات، عجزت انني نوض للساك، قلت هادو غير جوج ضربات خفاف، في دوك جوج ضربات خفاف هي اللي فرعت صبعي. اللي بغيت نقول لكم هو اللي يكون خدام بحال هاد الشي هذا، كيبريكولي في الخشب، وهادي تقدر تقيس يدك بالمنشار، تقدر تقيسها الله يستر كتفلت لك الشاقور، تقدر تقيس صبعك ولا شي حاجة. فاش كتكونوا عندنا الليقات ديال الجلد كتليميتي لي ديغا، الدقات تقريبا كاملين كيجيو في الاخر، كيبقاو يديك مزيانين. هذا كريسي ولا طبلة ولا سميوه اللي بغيتو، صوبناه باش نجلسو عليه. هادي دابا شجرة قسمناها على جوج، ملسناها شي شوية، درنا لها الرجيلات بحال هكا كما كتشوفو، الأربعة ديال التقبات. نقدرو نجلسو عليه. دونك بغيتو نحطو عليه شي حاجة ولا كناكلو، تقدر تحط عليه طبيصي ولا شي حاجة ولا كويستات. هادو الكواليس اللي ما كنوريوكمش، هادي لا تروس ديال لي برومي سوا، دونك فيها كاع داكشي اللي نقدر نحتاج. هادي ديال الحرق، كوفرتور دو سيرفي بريكي، انتي باكتيريان باش كنيطوي يدي، لي بونسمون الاستيك، مقص، ديغون، قطن، الكول. هذا الكول نطوي به الجريحة ديالي، ماشي شي جريحة ولكن من الأحسن نطويها باش إلا كان شي ميكروب ولا شي حاجة ما تبقاش فيها. ما كتشوفو راه وقف الدم، نحاول ندير لها بيتي بونطاج تمايا باش ما تعاودش تحلون. هادي ماشي شي جريحة ولكن كنفضل انني نغطيها. هادي تبان جمعات، غروب الشمس على المخيم ديالنا كما كتسمعوا، حتى شي حاجه، ما كاينش صداع، زقزقه العصافير اللي غادا تنعس. طبيعة الحال لي كومبمون ديالنا، لافوفو، خيمه بولونيه بالمدفاة كما كتشوفوا، هاد المدفاة طلقة التخاخن ديالها، دخل سخونة زوينة. هذا الفوت كون ديالنا،
دابا هنا في الليل، شعلنا السطوف ديالنا، هادي الدقيقة هي كتوجد فوق السطوف، هذا السطوف ديالنا، هادي اللي هوي فيها الستوك ديال العواد ديالنا. نتمنى يقدنا في هاد الليلة الباردة. يالله تصبحوا على خير. صباح الخير عليكم. بعد واحد الليله دافئه بفضل السطوف، حنا دابا كنطيبوا الفطور ديالنا. الفطور فيه اومليت وزيت البلديه. السطوف هو باقي كيقصي. اتاي ديالنا ها هو سخون،
دونك هذه الطاولة اللي صوبنا انا والصديق ديالي. هذه كيف ما كتشوفوا ما فيها لا مسامر لا كورد لا والو، هذه غير بالمتقاب، ودرنا واحد 4 ديال لي بيين اللي تقبناهم وجمعناهم بهذا الاخر كيف ما كتشوفوا هنايا. درنا تقبل الاولى هنايا، واحده اخرى هنايا فاضل هذه، وجمعناهم بهذا، والتالاخرين درنا فيهم نفس الشيء. وبالنسبة له باش ربطناهم ربطناهم عاوتاني بنفس الطريقة، عطاونا هاد الطبلة هادي الطويلة الجميلة هادي اللي كتنضاف لدوك الكراسة اللي وريتكم البارح اللي شفنا كيفاش كيتصايب. هذا الحائط اللي كنتو شفتوه مهرس في الاول ديال لا فيديو، كانوا دوك الخشب ماشي هو مع هادوك، دونك عاودناه بخشب اللي لقيناه ميت طايح. بيان سور لقينا شي شجره طايح لهذا الشيء، قطعنا منهم هاد الطرف وصوبنا بهم هاد الحائط هذا. هذا هو المنظر ديال لو كومبمون ديالنا. كاين واحد الحاجه اخرى اللي صوبنا، هو هاد لو سيبور هذا ديال البريد. دونك هذا فيه هاد لارتيكولاسيون هادي، وفيه هاد لارتيكولاسيون هادي، وفيه 3 نيفو كما كتشوفوا. هذا نيفو 1 نيفو 2 اي نيفو 3. دونك على حساب واش بغيتي البراد يكون عالي ولا يكون هابط. دونك فاش كتبغي تهبطو يسيفي انك تهز هذا، تحرك هذا، تجيب هذا اللي هنايا. دونك هذا لو دوزيام نيفو. بغيتي تردو كتعاود طلع هذا كيعطيك لو نيفو العالي. هادشي هذا كامل اللي كتشوفو هنايا صوبتو انا والصديق ديالي مهدي، اللي غادي تلقاو الليان ديال الانستغرام ديالو في الديسكريبسيون ديال لا فيديو. اللحظات الأخيرة نجمعنا الباكتاج ديالنا وغادي نمشيو بحالنا. get lost in nature. الناس اللي كيسولوني كيفاش كندير نهز الصطوف ديالي واخا تقيل ومع لافوفو داك الشيء، ها كيفاش كندير. كراريسا لافوفو صطوف ساك كوشاج، كنجر كل شيء بيان سور من اقرب مدينه عندي. دابا هنايا شي حوالي شي 8 ولا 9 كيلومتر على الرجل ان شاء الله ديال لا مارش عاد باش نوصلوا لاقرب مدينه. دونك هذا الكومبمون ديالنا كلشي مجموع، المسائل ديالنا هما هادو على امل نلقاو هادشي. وهداك المره الجايه الكريسي ديالنا الرولاكس هو هنايا. نتمنى في الحلقة القادمة ان شاء الله ولا المرة الجاية نلقاو هادشي كيف ما خليناه. تحياتي لكم جميعا.